بمشاركة دور نشر أغلبها تونسية وباهتمام خاص بكتاب الطفل، انطلقت الدورة 21 لمعرض الكتاب ببنزرت، والتي يحتضن فعالياتها المركب الثقافي الشيخ إدريس. 90 دار نشر، المعرض اللي فيه تقريبا 82 دار نشر تونسيه. انا نلاحظ هنا التركيز على الناشرين التونسيين. التخفيضات بالاتفاق مع اتحاد الناشرين التونسيين ويتراوح ما بين 20 الى 50%. العناوين تقريبا في حدود 30 ألف عنوان. اغلب الاصدارات هي كتب تونسيه وكتب اطفال، قصص وكتب موجهه للاطفال، على اعتبار انه لاحظنا من خلال المؤشرات في السنوات الاخيره الاهتمام الكبير بالكتب الموجهه للطفل والقصص الموجهه للطفل. معرض بنزرت والذي يهدف إلى تقريب الكتاب من القارئ سيمكن زواره وخاصة منهم الأطفال من متابعة عروض تنشيطية والمشاركة في ورشات موضوعها الكتاب، فضلا عن مسابقات خاصة بالمدارس ورياض الأطفال. هو فرصة سنوية تخلي الناس تزور المعرض هذه وتتمتع بهالجو هذايا، الجو القراءة وجو رائحة الورق. فرصة للأطفال، فرصة لأهالي الولاية باش يقتنيوا مقتنياتهم من الكتب سواء كانت المدرسية ولا كتب متنوعة أخرى. يعطي لمسة صغيرة لإعادة يعني التلميذ ولا المواطن القراءة. وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، خصص القائمون على المعرض ركنا خاصا بالإصدارات الأدبية الفلسطينية، واختاروا أن يكون شعار الدورة مهدا لفلسطين. شعار خذ الكتابة لفلسطين تجدو القلوب والألباب، وفي هذا تضامن ومساندة المطلقة لشعبنا الفلسطيني ولأهلنا في غزة اللي تعرضوا للتنكيل من طرف العدوان والكيان الصهيوني. ويتواصل هذا الموعد الثقافي بالمركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت إلى غاية 28 من هذا الشهر.